حلقتنا اليوم حنحكي عن كيف نقدر نسيطر على الوزن اللي احنا نزلناه خلال الدايت اللي احنا مشينا عليه، كيف نقدر ندير بالنا ما نرجع ننصح للوزن اللي احنا كنا فيه، كيف نقدر ناكل براحتنا بس نضلنا محافظين على التعب اللي احنا عملناه بالفترات اللي قبل. اول نصيحه بقدر اقول لكم اياها انه لازم تقسموا وجباتكم لعده وجبات خلال اليوم، بدل ما تاكلوا ثلاث وجبات كبيره خلينا ناكل 5 ل7 وجبات صغيره، بتصير في عنا وجبات متعدده كمياتها قليله، جسمنا دائما شغال، عم نحرق اول باول واحنا مبسوطين انه احنا عم ناكل. النصيحه الثانيه اللي بقدر اقول لكم اياها، اشربوا كميات مي كافيه، يعني لازم نشرب فعليا 2 ل3 لتر مي باليوم عشان نضمن انه جسمنا عم بحرق اول باول. نصغر من الصحون اللي احنا عم ناكل فيهم، بدل ما ناكل بصحون كبيره نحولها لصحون صغيره عشان نقلل من الكميه اللي عم نسكبها بالصحن وما نرجع نسكب صحننا مرتين وثلاثه بدل ما نسكبه مره واحده. كمان من الاشياء اللي بطلبها انكم تعملوها، ما تاكلوا وانتوا عم تحضروا تلفزيون، لانه كل ما انتوا كنتوا عم تحضروا تلفزيون كل ما حتلتهوا حتسحبوا كميات اكل اكثر من ما انتوا بحاجه لها. ايش كمان بنقدر نعمل يا مجد؟ ناكل خضره خضره بالسناكس والنقريش، هي من الاشياء اللي كثير مفيده، سعراتها الحراريه قليله، عم نحكي عن خياره فيها 12 سعره حراريه، نضمن انه جسمنا عم بيشتغل اول باول، عم ناخذ سوائل، ثمنا شغال وعم نحس حالنا عم ناكل، بنفس الوقت عم نضمن انه معدتنا تضلها صغيره. بس هاي الشغلات اللي انت بدك اياها عشان نضلنا محافظين على حالنا؟ لا، مش بس هاي الشغلات اللي انا بدي اياها منكم، بدي تديروا بالكم على نوعيات الاكل اللي انتم عم تاكلوها، ما تاكلوا كثير من الحلويات، ما تاكلوا كثير من الوجبات السريعه، قللوا من المشروبات الغازيه ومن الشاي والقهوه، ناموا كثير منيح وديروا بالكم على صحتكم. هيك بنكون خلصنا شوي من النصائح اللي قدرنا نقول لكم اياها، حافظوا على الوزن اللي نزلتوه، ما تضيعوا تعبكم ودائما خلوا معدتكم صغيره.